صباح الخير. يا صباح الخير والجمال على أهل مصر وشعبها. صباح السعادة والانبساط. صباحكم يا رب معطر بكل بقى ورود الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص قربنا، يعني احنا ابتدينا بقى ايه بنعد بقى الأيام الأخيرة يعني، وبعدها هنودع الشهر الكريم ويهل علينا بقى العيد. نفرح بإذن الله كلنا كده، نكون فرحانين فيه ومتجمعين يعني، ونبتدي النهاردة بقى بإذن الله يوم جديد ونهاركم نهار جديد. هكون معاكم أنا أسماء مصطفى، نوصل مع بعض كعادتنا بالطريقة اللي تحبوها، المهم إن احنا نوصل لبعض. هنوصل لبعض على مدار اليومين اللي فاتوا بقى. الرسائل اللي انا ما ردتش عليها، عشان انا ما بحبش حد يقول ان انا طنشت او نسيت موضوع الثانويه العامه. ان شاء الله باذن الله هنحاول قبل نهايه شهر الكريم يكون معانا يعني هنقول المتحدث الرسمي وزاره التربيه والتعليم المستشار الاعلامي، نقعد نتكلم في موضوع الثانويه العامه، موضوع الامتحانات يعني ايه اللي حصل. لكن بشكل بسيط كده، انا عارفه ان الكلام اللي انا هقوله ممكن يعني الاهالي يبقى صعب عليهم شويه، لان انا مقدره تعبهم، يعني مقدره التعب اللي هم فيه، شده الاعصاب، ولادهم، مستقبلهم. ناس كتير زي ما كانت بتتكلم معانا بالاسابيع اللي فاتوا، احنا قعدنا 12 سنه من حياتنا مستنيين اليوم ده، والولاد كمان بيشوفوا ان هو ده يعني اللحظه الفارقه في حياتهم. بغض النظر عن انه غلط ولا صح ان احنا نعتبر الثانويه العامه دي اللحظه الفارقه في تاريخ الانسان، لكن هو الموضوع مطلوب شويه هدوء. انا عارفه ان الهدوء في اللحظات دي برضو هرجع اقول هيكون صعب، لكن عمر الموضوع ما هيتحل بانه اصلا كده كده يعني، عشان بفهمين اللي هيبقى بيشوف مواقع التواصل الاجتماعي. انا بتمنى تبعدوا ولادكم عنها الايام دي عشان اعصابهم هم تهدى. لازم يحس ان هو قاعد على صفيح ساخن من نار. هتقولي ما هو ده الواقع، هقول لكم ماشي ده الواقع، بس اكيد الواقع مش ان احنا نقعد نسخن بعض. الواقع اكيد ان احنا نقعد نشوف حلول، نقعد نتفاهم، ونقعد نسمع بعض، ونقعد نشوف الدنيا هتتحل ازاي. حتى لو انتم ما عندكوش ثقه في وزير التربيه والتعليم، ففي رئاسه مجلس وزراء، في مجالس متخصصه مسؤوله عن التعليم، في رئاسه الجمهوريه، يعني في مجلس نواب. يعني مش معقوله كل الناس دي هتبقى مش حاسه بيكوا ولا بولادكوا. يعني لو تاني هرجع اقول، لو مفيش شخص يعني، او لو مفيش ثقه عفوا في شخص الوزير، او انتوا حاسين ان الوزاره هي المسؤوليه الكامله عن كل ده، بغض النظر عن انه في برضو طلاب واهالي جزء صغير منهم، هنقول لو 1% 1% كان في فعلا حالات غش بشكل متطور كبير جدا السنه دي، معتمد كله على يعني احنا بنتكلم على واتساب. يعني انا دلوقتي لو انا خدت الورقه اللي انا هقول منها الاخبار مثلا بتاعت يحدث في مصر النهارده على سبيل المثال وليكن، وصورتها وبعد كده رحت حطها على صفحتي على الفيسبوك، انا عندي مثلا على الفيسبوك فوق 3000 واحد دول بعتوا ل1000 واحد، وال1000 واحد دول بعتوا ل100 واحد، فال100 واحد دول بعتوا، وهكذا. هي دي الازمه ان احنا بقينا في عالم مفتوح، جزء يعني حتى من مش حروب الجيل الرابع الخارجيه، جزء اصلا من الحرب الالكترونيه الكبيره جدا، انها طبعا يتم استخدامها بالشكل ده. انا معاكم ان المدارس عندنا مش مجهزه بوسائل رقابيه متطوره، فكل اللي بيحصل مجرد تفتيش عادي ذاتي بيقوم بيه انسان، وده طبعا بيكون عرضه يعني للغلط. يعني انا ممكن ازوغ بطريقه ما، خصوصا عفوا بيحصل من بعض البنات، فتداري الموبايل اللي هتغش بيه، او الولد. يعني الدنيا تطورت قوي في اساليب الغش اليومين دول، واحنا لسه ما عندناش مثلا جهاز محطوط هيصفر لو حد داخل بحاجه او كده، فطبيعي ان في ناس بتعرف تخترق النظام ده وتنزل. ولو انا في اول 5 دقايق صورت الامتحان خلاص خلصت، هتلاقي الامتحان انتشر. ممكن على فكره بقى اللي بيحصل اكتر ان انتوا اعصابكم بتتعب قوي جدا، والولاد اعصابهم بتتعب، وممكن يكون الحل ما وصلش. يعني ممكن يكون الامتحان اتسرب بس الحل ما وصلش،
لانه احيانا بعد تسريب الامتحان بيتمسك الموبايل اللي تم التصوير بيه، اللي تم تصوير الامتحان بيه، فممكن يصور الامتحان ويسربه، ده هو نفسه ما يلحقش يتلقى الاجابه. لكن النتيجه انه ده بيروح نازل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك او تويتر ايا كان، بعد كده طبيعه الحال لازم ان احنا عندنا جميع المواقع الاخباريه اللي موجوده في مصر او الالكترونيه تنقل الواقع بطبيعه الحال. فالاهالي اللي قاعدين، وعلى فكره منهم بيبقوا زمايلنا واخواتنا واصحابنا اللي موجودين حوالينا، ولادهم في ثانويه عامه، فبتبتدوا هم اعصابهم تتعب، فبيجي حتى الطالب الماده كان اللي بعديها ولا اللي بعديها، لا الاهالي عندهم طاقه. انا بتكلم بقى على الطالب اللي هو الملتزم اللي هو يعني ملوش في القصه دي كلها خالص، فبيبقى ولا عنده طولة بال، يعني مش حتى ولا يعني حتى مش مسألة انه يجيب طولة بال، حتى ما عندوش طاقة، تبقى مسألة طاقة سلبية، ان هو حاسس ان هو تعب على مدار السنة كلها، في واحد تاني بالغش هياخد مجهوده. لا لازم نبقى بس حاطين في اعتبار ولا 1% او 10% انه اللي بيغش مش دايما هو بيعرف ياخد مجهودك، او دايما بتقدر الاجابة تجيله. قلبي معاكم، ما اقدرش اقول غير كده. في خطأ، في خطأ كبير مش صغير خالص، لابد من التطوير، لابد من التطوير. منظومة التعليم احنا عارفين انها منظومة يعني ارث ثقيل، يعني ورثناه على مدار السنوات اللي فاتت. اهم حاجة في حياتنا هو التعليم، يمكن ده اهم مشروع قومي في حياتنا كلنا كمصريين. يعني بصوا على مستوى على كل المستويات، غني وفقير، يعني تربية وتعليم، احنا محتاجين لعودة التربية والتعليم، اللي هي التربية اللي كانت بتسبق التعليم، ده سبب المشكلة. نتعشى من وجه الله خير، هنتابع معاكم لو ما لحقناش تاني، عشان بكرر انه عشان ما حدش من حضراتكم يفتكر ان احنا اغفلت الموضوع او ان انا تغاضيت عن اي رسالة بتوصل. صدقوني اي رسالة بتوصلني انا بقراها كويس جدا وبركز فيها كويس قوي، وبشوف ايه امكانيات ان احنا نقدر نعمل هنا في البرنامج اللي حضراتكم بتبقوا عايزينه. فانا بوعدكم اني لو ما لحقتش على مدار يعني الايام القادمه في شهر رمضان الكريم، يبقى بعد العيد باذن الله هيكون لينا مش حلقه واحده، حلقات لحد ما نوصل لحل. طيب، واحنا طول ايام رمضان بنتكلم عن المظاهر الجميله وعن رمضان المصري، دايما كنا حريصين انا وزميلي في البرنامج من اول شهر رمضان احنا نتكلم عن رمضان بشكله المصري، اللي زي ما كنت بقول ان هو مش زي اي بلد تانية في العالم، احنا ملناش شبه في الاحتفال برمضان، وده اللي دايما طول الوقت كان بيخلينا متميزين، يعني متميزين بقوه عن كل العالم، لان احنا عندنا جمال، جمال روحانيات وجمال احتفالات وجمال حاجات كتير قوي اتكلمنا عنها. رمضان كمان بيحب الخير زي المصريين بالظبط، وده اللي بيخلي الناس تعمل حاجات كتير حلوه في الشهر الكريم ده، زي اننا نساعد بعض، ان احنا نخدم بعض، ان انت تعزم حد، زي كنا بنشوف يعني بيحصل في الشوارع، وده على فكره يعني من الحاجات الجميله، تلاقي الناس بتتخانق معاك عشان تاخد فطار او عصير او بلح او شويه ميه او شويه تمر ايا كان، يعني كل دي حاجات ليها معاني كتير قوي. بس المصريين كمان في ناس منهم بتبقى مهتمه قوي انها تشتغل في رمضان، زي ما اتكلمنا ان في ناس ما بتوقفش شغل في رمضان، ما بتقولش لا اصل انا صايم، ما بتقولش اصل انا مرهق، ما بتقولش اصل انا تعبان، ما بتقولش اصل انا خلقي ضيق، اصلي مش قادر، اصلي خلاص. طبعا انا بتكلم معاكم، انا كمان بحس اكيد بالعطش، وببقى ممكن الواحد يبقى صوتي مش مظبوط شويه، لان احنا مثلا متعودين تبقى مثلا لو خلاص شرقت وانت بتتكلم محتاج تشرب حاجه سخنه، بس اكيد انا سعيده ان انا بشتغل وان انا بشوفكم، مبسوطه ان انا بقابلكم الصبح. اللي بيحصل انه بنيجي في العشر الايام الاخرانيه دي، الناس اللي عايزه اللي مسافر بقى عنده رايح يقضي اجازه العيد مع اهله، طبعا سواء بقى هنقول بقى من البحيره للصعيد في اي مكان، تلاقي كل واحد عايز يخلص مصلحه، مثلا عنده حاجه عايز يخلصها ورقه، ودايما احنا عندنا حته اللحظات الاخيره دي، يعني هو طبع اللي هو مثلا لو ورانا حاجه هنلاقي نفسنا كلنا متجمعين في اليومين اللي قبل العيد نازلين نعملهم.
ما تسألنيش ايه السبب، بس هي عادة زي 7 كلمات كده اللي احنا متعودين عليهم كمصريين اللي بنقولهم واحنا على الباب، نبقى سلمنا بس لازم نقف على الباب نقول كلمتين برضو، ليه ما تسألنيش عادة. المهم ما علينا، فتيجي الناس يبتدي يحصل امتى بقى الانفعال والأزمة والضغط؟ انت مجمع كل اللي وراك لآخر يومين قبل العيد، والناس خلاص حاسة انه البنزين فضي، مع انه العشر الاواخر دول اللي فيهم ليله القدر، اللي هم اللي هي خير من 1000 شهر، واللي هم بنقعد نستناهم من السنه للسنه، اللي هم فيهم الليالي الوتريه، اللي هم فيهم المفروض ان احنا بنجتهد اكتر، ويعني في ناس بتقعد يعني طبعا تخش يعني في مباراه مع نفسها بقى، سواء بقى بختام القران او بالذكر او بالتلاوه او بالصلاه او بان كان، فتيجي تلاقي كل ده ملوش اي علاقه بالعشر الاواخر التصرفات اللي بتشوفها في الشارع من بعض الناس، اكيد مش بالعام، من البعض. وانت نازل بقى تشتري لبس العيد، وانت داخل محطه بنزين، والناس اللي رايحه تجيب كحك وبسكوت، السوبر ماركت ما زالت زحمة من أول رمضان لآخر رمضان. السلوك ده بقى أجيب فيه العيب على مين واللوم على مين؟ لازم نجيب اللوم على نفسنا، لأن كل واحد بيبقى مشارك برضو في الغلطة دي، عمرها ما بتبقى غلطة شخص. طيب زي ما بنتابع بقى مسلسلات رمضان، خصوصا المسلسلات طبعا أكيد أنا هكون متعصبة، الحصري اللي موجودة على شبكة تلفزيون النهار، برضه بنتابع كمان حاجات حلوه جدا ايجابيه جدا، وده اللي انا عايزه اتكلم فيه النهارده. زي ما بنتكلم في السلبيات لازم نشوف الايجابيات، عشان الايجابيات هي اللي هتخلينا نفتح عينينا جامد قوي ونبص على نص الكوبايه المليان ونستمتع بيه. كان في الحملات الارشاديه، ودي اللي ابتدت يمكن السنه دي نشوفها بشكل كبير اوسع ما كناش متعودين عليه، زي يعني مثلا واحنا بنتكلم على الصناعات الصغيره، ولو ان في ناس اتريقت عليها. هقف معاكم في الحته دي شويه قبل ما اروح عن الاعلانات اللي كانت بتتكلم عن مسؤوليه الموظف. احنا شفنا مثلا اعلان لبعض البنوك بيتكلم عن المشروعات الصغيره، عشان ما الفش وادور بدون ذكر الاعلان او البنك اللي هو مرتبط بالبرميل والمسمار. طيب بصوا يا جماعه، جايز اللي اخرج الاعلان اخرجه وحش، انا معاكم مليون المية، يعني ما ابدعش في ان هو يوصل لك الفكرة صح. الفكرة بتاعت الاعلان ده مرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر، ومحدش يتريق ابدا على صناعة السلك او المقص او السوستة او البرميل او المسمار ايا كان، لانه دول عظمى دلوقتي في العالم قامت على الصناعات دي، ومنها الصين وسنغافورة ابتدوا بالصناعات دي بدون تريقة، يعني محدش قالك ايه البراميل دي، لا لا لا، ابتدوا بتصنيع زي ما قلتلكوا وبقول تاني، رباط الجزمة اللي بنلمع بيه الجزم، عايزين بقى تسموه يعني براتشو، سموه زي ما انتوا عايزين، السفنجة، اي حاجة، شوفوا انتوا عايزين تقولوا عليه ايه. خلاص ابتدوا يعملوا سجاجيد الصلاه، صدروها يعني بلاد اللي هم يعني بيقولوا عليها بلاد مش اسلاميه، ابتدوا يعملوا سجاجيد الصلاه يصدروها لبلاد المسلمين. السبح على فكره لو حد حتى رايح يعمل حج او عمره هيلاقي كل تقريبا او معظم من السبح اللي هي سعرها في متناول ايد الناس، اللي هي بتبقى الحاجات اللي سعرها بسيط، هيلاقيها صنعه في الصين. حتى السبح، كراسات، كل دي مشروعات صغيرة وبسيطة جدا. السوستة بالمناسبة، بالنسبة للناس اللي اتريقت على إعلان السوستة، السوستة هتلاقوها صنع في الصين. احنا بقى لو عندنا ناس خدت الفكر ده عملت لي أنا مصنع سوستة، أنا محتاج مصنع سوستة مصري في مصر، ومحتاج مصنع براميل، ومحتاج مصنع كراسي بلاستيك، ومحتاج مصنع ورنيش جزم، ومحتاج مصنع رباط جزمة، كل دي مصانع مش محتاجة مساحة كبيرة ولا محتاجة فلوس كتيرة
ولا محتاجة مكان كبير، لكن اسمها صناعات صغيرة ومتناهية الصغر، لكن تاني بقول انها قامت عليها اقتصاد دول، اقتصاد دول. مش انا اللي بقول الكلام ده ولا ببتدعه من عندي ولا بخترعه، ممكن ندخل ونقرأ ونشوف الصين قامت ازاي من عدم. هتلاقوها قامت على مشروعات الافراد مش مشروعات الدولة. يعني بلد زي الصين قامت على مشروع ابتدوه اشخاص زينا كده. وماليزيا علي حسن اهو بيعدلي جدع حسن، وسنغافوره، كل دي دول من عدم، من عدم تماما، قامت على مشروعات مش حكومه. مشروعات الحكومه بتبقى كلها مشروعات قوميه، زي ما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت وقلنا امريكا انها تعمل الهاي واي فيقوم حواليها مدن وكده. لكن والحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا مش قايمين من عدم، لكن الاقتصاد القوي بيتبني جزء كبير منه على الافراد، على مشروعات الافراد والمشروعات الصغيره، لانها كمان بيبقى الريسك فيها قليل منخفض، فبتلاقي البنك بيقدر يغطيها كويس. وكمان عايزه اقول لكم انه ممكن ده هنعمل حلقه عليه، الصندوق الاجتماعي للتنميه بيبقى عنده وثائق ضمان، وثائق تامين ضمان بتطلع مع قروض الشباب والمشروعات الصغيره دي، كمان بتحميك، لانه بيبقى بتقدر بموجب وثيقه الضمان دي اللي بتطلعها شركه التامين ان انت تبقى مامن على مشروعك ويتغطى بنسبه 80% لا قدر الله، لا قدر الله في حاله الخسائر. ودي الثقافه الثانيه مع المشروعات دي واحنا بنبتديها، اللي محتاجين ان احنا كمصريين نتعلمها، نتعلم بجد ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها التامين. زي ما احنا بنقعد نتكلم على دول العالم اللي بره، يقعد يقول لك اصل لو واحد خبط عربيه واحد ما عندوش مشكله، طبعا ما الاثنين ما عندهمش مشكله اصلا، ما هو متامن عليها. بيتامن عليها وبيدفع مبلغ، ومبلغ كبير، مش بيتامن عليها التامينات اللي احنا بندفعها مع تجديد الرخصه. لا، هو بيدفع اصلا 45% من دخله بره ضرايب وتامينات عشان يلاقي مستوى الدخل اللي انت اللي احنا مثلا ممكن ناس تكون بتبص له او بتحسده عليه. فبيدفع 45% من دخله، ساعات 50% ضرايب وتامينات. احنا طبعا لو جينا طبقنا النظام ده في مصر احنا اصلا ما عندناش الثقافه دي، فممكن الدنيا تقوم ما تقعدش. فخلينا في اللي احنا نقول عليه، ان انت دلوقتي لما تيجي تعمل مشروع صغير زي ده تامنه، ما تبصش للقسط بتاع ال 2000 جنيه تامين في السنه او ال 3000 جنيه تقريبا في المتوسط كده، اذا كنت انا يعني على ما انا حاسباها صح او يعني ما اخطاتش. ويبقى برضو معانا ناس خبراء، دي من الحلقات المهمه جدا انا بفكركم اللي شفناها على مدار الشهر الكريم في رمضان، ومش هنغفل عنها باذن الله بعد العيد، ان احنا يبقى عندنا ثقافه زي دي. جيب عربيتك ولا تتخانق وتقف واحد خبط عربيه واحد، تتخانقوا مع بعض في الشارع ليه؟ شركه تامين محضر وشركه تامين تصلح ليكم انتوا الاثنين. لا قدر الله حصل حادثه كبيره، العربيه توتال لوس زي ما بنقول، ضاعت على الاخر، شركة التأمين تعوض. ولا خناقة ولا مشاكل ولا نقعد نعمل الكلام ده كله زي ما حصل مثلا في أسواق الربيعي. طبعا ربنا يصبر الناس كلها. لما نزلنا أنا وزمايلي نعمل التقرير سألنا أنت مأمن؟ قال لك لا أنا مش مأمن. طيب أنت مش عاجبك تعويضات الحكومة؟ ما تعويضات الحكومة أكيد عمرها ما هتكفيك ولا هتكفي العدد ده كله. طيب ما هو لو في تأمين، لو أنا بأمن على البضاعة وعلى المحل وعلى الكلام ده كله، الدنيا هتتغير. عشان كده اللي بيفكر يعمل مشروعات صغيرة أو المتناهية الصغر دي، يا ريت بجد يبقى دايما عندنا نمرة واحد. أنا بحريص على ثقافة التأمين، وأنه أعتقد أن البنك من ضمن شرط القرض أو التمويل اللي بيطلع من صندوق الصندوق الاجتماعي للتنمية، يبقى عندنا وثيقة تأمين على المشروع. من ضمن برضو الحملات الارشاديه كانت اللي بتتكلم عن مسؤوليه الموظف، الموظف اللي هو بيضيع وقت الناس، اللي هو زمان كنا بنشوفه كده في الدراما عندنا، وحتى كان في الاذاعه فوت علينا بكره يا سيد. بقى الموضوع برضو يعني بما ان التكنولوجيا اتطورت وكل الحاجه بتتطور في الحياه، فوت علينا بكره يا سيد برضو اتطورت. الموظف ده برضو اكيد ده اللي بيعمل فساد. الناس مثلا اللي كانت بتتريق على الراجل اللي راح عند بتاع الفاكهه يجيب مستين،
هو فعلا بره، ما انت بره بيجيب تفاحه واحده وانت ماشي، ومش عيب على فكره. لكن انا لا لا لا، ازاي انا اروح للراجل بتاع الفاكهه اقول له اديني مستين؟ ده حتى عيب، قله قيمه. ده لازم اقف وانزل واقول له اديني 2 كيلو عشان ابقى ماله هدومي. حتى لو انا هجيب الموز مع الصيف اللي احنا فيه ده هيضرب ويبوظ ومش هيتاكل، بس برضو يعني ايه القيمه برضو. المهم طبعا الفساد ده مش معناه ان الموظف بياخد فلوس، انا ما بتكلمش برضو على الرشوه سمح الله، او ان هو يعني بياخد هدايا، بلاش رشوه، هدايا لتسهيل العمل. في طبعا ناس بتاخد رشوه، انا اتكلم على الموظف اللي ما بياخدش رشوه، بس هو حاسس انه ما بيعملش حاجه غلط. لكن تعطيل ان مصالح الناس في مؤسسه في شغل ده برضو فساد، فساد اداري بالمناسبه، ما يقلش خطوره عن الفساد المالي انك تمد ايدك وتاخد رشوه. على فكره الدين معاملة والدين أخلاق، والشعب اللي هو دايما بنتكلم عن تدينه الطبيعي الفطري اللي هو لازم يكون منعكس على معاملاته. طب رضوى محضرنا مشهد جامد قوي والله يا رضوى، ما احرمك من أي حاجة، يلا بينا نشوف. صباح الفل مرة تانية، وزي ما شفنا كده قبل الفاصل هو الضمير. الضمير ده بقى محدش بيعرف يديه لحد، محدش بيعرف يخلقه عند حد. طيب في رسائل كتير عايزه ارد عليها. بني بيقول لي خلي الجيش هو اللي يشرف على امتحان الثانويه العامه. والله يا بني انا معرفش هل امكانيه ان القوات المسلحه كمان تبقى هي المسؤوله عن الاشراف عن امتحانات الثانويه العامه ولا لا. احنا طبعا كل حاجه بنبقى بنعاني منها بنقول يعني طبعا ان الجيش يلحقنا، هو سندنا يعني طبعا اكيد، لكن فكرة موضوع كمان ان هم يبقوا المسؤولين عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة دي الله اعلم. انا عموما انا قلت رأيك وخلاص. محمد علام بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا محمد، بيقول لو سمحتي رجاء من 15,000 مريض بنزيف الدم هيموفيليا متوقف علاجهم من 3 شهور. انا عارفة محمد مشكلة مرضى الهيموفيليا، ربنا يشفيكم جميعا. واحنا كنا يمكن في حلقة سابقة كنا اتكلمنا عن نقص عقار فاكتور 8 اللي هو بيحتاجوه مرضى الهيموفيليا، ده حقكم. انا عارفة ان مشتقات الدم دي بتعمل للبعض منكم ازمة، صدقني يعني انا عارفة المشكلة اللي انتوا فيها. فحاضر انا بوصل صوتكم للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وبسأله امتى باذن الله هيرجع فاكسيرا يعني نيابه عنكم، امتى هيرجع فاكسيرا ينتج عقار فاكتور 8 مره تانية علشان مرضى الهيموفيليا، لانهم طبعا بيضطروا يعتمدوا على الادويه المستورده. حاضر يا محمد، بعد العيد باذن الله يبقى معانا لقاء مع حد من وزاره الصحه ويبقى ده على اولويه اللي احنا هنتكلم فيه. توتا بتصبح علينا، صباح الفل يا توتا، وبتسلم على خالد. خالد راجع يا توتا بعد العيد باذن الله. سيا بتصبح علينا وبرده سالت على خالد وبتقول سلمي لي على كل اللي عندك. حاضر هسلم لك على كل زمايلي في الاستوديو واللي في الكنترول. اتش دبور بيصبح علينا وبيقول طبعا ربنا مع طلاب الثانويه العامه واهلهم، يا ريت يكون في حلول سريعه ومريحه للناس، ولازم نتعلم من اللي حصل. اكيد لازم نتعلم من اللي حصل، واكيد لازم الوسائل الرقابيه تكون بعد كده متطوره علشان تواكب التطور اللي موجود في حياتنا. السيد يسري بيقول بيصبح عليكم وسلام طيب، وانت طيب يا سيد. بيقول من نجاح لنجاح انا بدا في اليوم المفترجه دي. سيد بيقول انه الدوله ما بتشجعش المشروعات الصغيره. في ايه يا سيد؟ يعني قول لي ان انت رحت تقدم على مثلا بنك من البنوك الحكوميه او صندوق بقى الضمان الاجتماعي ايا كان المشروعات، قول لي الدوله ما بشجعتكش في ايه واحنا يبقى لينا واقفه هنا في البرنامج. روح قدم وابعت لي المشكله بالظبط عشان اما نتكلم في حاجه. يعني انت لو عندك مشكله مثلا مع بنك من البنوك الحكوميه اللي منزله من القروض دي ان شاء الله نتواصل ونحلها ونشوف ايه المشكله. لو صندوق وهكذا يعني انت قول لنا بس العقبه فين وان شاء الله باذن الله نحلها مع بعض. باسم نصار بيصبح علينا وعايز يسلم على اخواته وشيكا وعمر، وبيسلم على كل اللي موجودين في جينيور. انا مش عارف فين جينيور دي،
يا عم باسم بس ماشي، صباح الفل عليكم. منى احمد بيصبح علينا وصباح الفل عليك يا منى. احمد علي بيصبح علينا صباح الفل يا احمد. بلال هياتني صباحك صباح الورد. عندنا كمان يوسف بيصبح علينا صباح الفل يا يوسف. اسلام عادل بيقول صباح الفل، صباح الفل عليك يا اسلام. فرح ليلى بتصبح صباح الفل يا ليلى. رجب ابو امال صباح الفل يا عم رجب. عليكم جميعا صباح الفل والجمال عليكم. انا كده خدت شويه رسائل، اوعدكم شويه هنستكمل الجزء اللي بعدها، وتاني ارجع اقول اللي ما خدش رسالته ما يزعلش، لان ان شاء الله باذن الله المره الجايه هقول. تعالوا نشوف بقى مصر باذن الله اهم الاحداث اللي هتحصل في مصر النهارده. كعادتنا بنقول يا رب يحصل في مصر كل خير باذن الله. واحد احد النهارده هتستكمل محكمه جنايات القاهره محاكمه 739 متهم من قيادات وعناصر جماعه الاخوان الارهابيه بيتصدره محمد بديع المرشد العام للجماعه في قضيه الاعتصام المسلح بميدان 4 العدويه بمدينه نصر. تعليقا قبل النهارده بنتابع وقائع القضيه، يا ريت بلاش ناخد بقى والناس اللي بيقعدوا يتاجروا بيه بره 739 شخص ومش عارفين. طبعا انتوا عارفين ان تلات ارباع الناس دي كلها ما بتبقاش اصلا موجوده، وبتبقى الاحكام دي كلها اصلا غيابيه. فده بس ايه تعقيبا عشان ما نقعدش بعد لو لا قدر. انا ما اعرفش طبعا، ما دخلتش في يعني ما اعرفش يعني ايه اللي بيحصل، او القاضي اصلا اللي هيحصل هتتاجل ولا هيتحكم فيها. لكن الغيابي بيوقع اقصى العقوبه، يعني لو انت بتتحاكم في قضيه غيابيا لازم يتم توقيع اقصى العقوبه عليك لحد ما ترجع تاني تسلم نفسك وتبتدي اجراءات التقاضي مره تانيه من الاول. فده بس عشان ايه الرقم كده بيخد الناس في الاول، فوجب التوضيح وده حقكم علينا يعني. النهارده كمان هتستكمل محكمه جنح القاهره الجديده بالتجمع الخامس محاكمه هشام جنينه في قضيه اتهامه باذاعه اخبار كاذبه على نحو يسيء الى مؤسسات الدوله. ايضا النهارده بيقوم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري بزياره لمحافظه الاسماعيليه بيتفقد خلالها مشروع قريه الامل الجديده بالانطره شرق لمتابعه ما تم تنفيذه من مشروعات الري بالقريه. النهارده كمان هيشهد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف في الواحده ظهرا احتفاليه وكاله انباء الشرق الاوسط للفائزين بمسابقه القران الكريم التي شارك فيها نحو 35 من العاملين بالوكاله وابنائهم. كمان النهارده كمان بس قبل ما اقول النهارده كمان هيحصل ايه، احنا دلوقتي معانا الان كلمه لانجلينا ميركل رئيسه وزراء المانيا امام البرلمان الالماني للتعليق، المستشار الالماني عفوا امام البرلمان الالماني للتعقيب على خروج، طبعا يعني هي بتلقي كلمه يعني طبعا لما حدث من خروج بريطانيا وانفصالها عن الاتحاد الاوروبي. فاحنا دلوقتي بنشوف كلمتها امام البرلمان. ذلك لا اعتقد ان هذا العهد قد انتهى، ونحن نتفهم صعوبة الفوز بلقب بطولة كبرى يشارك بها 24 منتخبا، تم إقصاؤنا لكن بوسع منتخب واحد فقط الفوز. منذ أن توليت الإشراف على هذا المنتخب قلت إن الطريق الوحيد أمامنا للنجاح هو اللعب بشجاعة وبشكل مشابه لأداء الفرق في مباريات الدوري. احنا استمعنا كده لجزء صغير من كلمة المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل في البرلمان الألماني، وده تعقيبا على خروج بقى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يعني واضح ان أنجلا زي يعني كعادة ألمانيا، مع انه كان في تعقيب للمستشار الخاص بها يوم التصويت او يوم ما صوت البريطاني يعني الشعب البريطاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كانوا بيقولوا عليه يوم اسود ومشؤوم في يعني في تاريخ الاتحاد الاوروبي. لكن طبعا يعني كالعاده
هيكبروا وهيعرفوا يتصرفوا. نروح برضو نشوف النهاردة كمان هيستقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية في الثالثة عصرا الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي يرافقه الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق لبحث بروتوكولات التعاون بين الجامعة والمحافظة. أيضا النهاردة بيستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك القرازة المرقصية بمقر مشيخة الأزهر الشريف للتقديم التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أيضا بيستقبل النهاردة شيخ الأزهر الشريف الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف لبحث سبل زيادة التعاون بين الأزهر ودولة الإمارات العربية المتحدة. النهاردة بيفتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الساعة 6 مساء مؤتمر البيئة ومستقبل الطاقة في مصر وده بفندق أدويست بالتجمع أدوسيت عفوا. كمان النهاردة بيعقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش في الثانية يعني ظهرا النهاردة مؤتمر صحفي موسع بيستعرض خلاله أنشطة الهيئة وتطورات العمل بالمنطقة منذ تأسيسها وحتى الآن وده هيكون بأحد فنادق القاهرة. النهاردة الجمعية المصرية للاستثمار المباشرة تستضيف مساء اليوم عمرو الجرحي وزير المالية في السحور السنوي للجمعية وده بهدف استمرار التواصل بين المؤسسات الاستثمارية والخبراء في مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هتعقد ورشة عمل عن المصرف الغربية الرئيسي وده اللي هيناقش فيه المخاطر والحلول وهيكون بقاعة إبراهيم بدران بالأكاديمية. العشاق بقى الفن هيحيي فنان الجاز النهارده العالمي يحيى خليل في 9:30 مساء اليوم حفل فني على المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصريه وده ضمن فعاليات الامسيات الرمضانيه. نروح بقى لبيت السناري الاثري بحي السيده زينب احياء مصر الجميله نظم الساعه 10 مساء ليله مفتوحه النهارده للجمهور في حب الشيخ محمد رفعت. ونروح لساقية الصاوي لأنهم النهارده يستضيفوا في الساعة 10 حفل إنشاد ديني هيحيي المنشد الديني شريف أبو العلا وده على مسرح قاعة الحكمة بالساقية. وكمان المجلس الأعلى للثقافة هيقيم في الساعة 9 مساء أمسية شعرية فنية من وسط البلد اللي بتنظمها لجنة الشباب. المجلس الأعلى للثقافة برضو النهارده الساعة 9 هيكون عنده أمسية ثقافية وفنية تتناول إبداع الراحل الشاعر العظيم طبعا صلاح جاهين وده هيكون بمشاركة نخبة من الشعراء والمبدعين بمقر المجلس. كمان النهاردة هيقدم فريق التمثيل ببيت ثقافة مدينة السنبلاوين الساعة 9 عرض لمسرحية انت حر وده هيكون بمقر البيت. بيت ثقافة في مدينة نصر هيكون النهاردة الساعة 9 عنده حفل انشاد ديني بمناسبة شهر رمضان وده هيكون في مقر البيت. ودي كده تكون النهاردة أخبارنا يحدث في مصر كلها خلصت. على فكرة احنا حارتين بقى كمان على مدار الأيام اللي فاتت واللي جاية واحنا بنقول يحدث في مصر يكون عندنا كل الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية اللي هتحصل في مصر عشان الناس اللي بتفكر انها تخرج بدل ما ننزل نقول احنا بنتمشى مفيش حاجة نعملها متضايقين زهقانين روحوا الاماكن دي التذاكر رخيصه جدا روحوا جربوا يمكن تنبسطوا وتستمتعوا. تعالوا بقى نطمن كمان على الحاله المروريه بما ان الزحمه يا دنيا زحمه من زميلنا كريم رجب من الاداره العامه للمرور. صباح الفل يا كريم طمنا النهارده اقبال الحاله المروريه ايه؟ صباح الخير يا اسماء. احنا الان دلوقتي داخل غرفه التعاملات التابعه للاداره العامه للمرور بنحاول نرصد الحركه المروريه في صباح هذا اليوم ومعي النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف بغرفه العمليات هنا في الاداره العامه للمرور حتى يوضح لنا ما هي الحاله المروريه في صباح هذا اليوم. اهلا بك مصطفى بي وبالنسبه ل يعني الحاله المروريه النهارده اخبارها ايه وعايزين نطمن هل في زحام مروري ام سيوله مروريه طمنا.
بعد صباح الخير لحضرتك وصباح الخير لاسره البرنامج والساده المشاهدين. الحمد لله بالنسبه لفتره الصباحيه ولفتره الاحجام المرئيه والفترات المعتاده في فتره الظهر الصباحيه تمام الانتهاء على كافه الطرق وكافه المحاور. فبالنسبه للطرق الماديه لاتجاه مدينه القاهره القادم من الدائري اتجاه القاهره الحمد لله سرعات وسيوله مرئيه تامه، وكذلك بالنسبه للمنازل والمطالع بالنسبه للطريق الدائري القادم من الاسماعيليه والسويس والطريق الطبيعي الحمد لله وجود اي معوقات سرعات الحمد لله. فمنطمن حضرتك بالنسبه للطرق السريعه الطرق الصحراويه الحمد لله من عدم وجود اي احجام مرئيه الان تم الانتهاء بالفعل من جميع الكثافات الفتره الظهر الصباحيه. وبمناسبه الكاميرات بالنسبه لوسط المدينه طريق صلاح سالم والعروبه والنصر والمحور 26 وبالنسبه لمحور العروبه والثوره وكذلك بالنسبه لاكتوبر كوبري اكتوبر الحمد لله سيوله مرئيه في سرعات. فمنطمن حضرتك الحمد لله من عدم وجود اي حوادث في فتره الظهر الصباحيه ومن عدم وجود اي معوقات او اي تحولات مرئيه. بالنسبه للكثافات المحتمله ان شاء الله في فتره الظهر المسائيه بيتم تعزيز جميع الاماكن المحتمل فيها كثافات بصدد الضباط والخدمات والقوى الراكبه لرفع وتصفيه اي كثافات ان شاء الله. هل هناك يعني بالنسبه لهذا اليوم كان في حوادث على الطرق ولا كان ايضا او كان هناك ايضا بالامس كان بعض يعني وجود بعض الاعمال التي قامت بتعطيل الطرق في عدد من المناطق؟ يعني كان في ايضا ماسوره بالامس او اول امس كانت منفجره في احد المناطق في مصر الجديده وكان دي تسببت في تعطل المرور او ناحيه اكاديميه الشرطه تحديدا يعني. تمام فندم بالفعل تم الاصلاح فندم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه والحمد لله اصبح منطقه الاكاديميه الحمد لله بوجود اي تحولات او اي اعاقه بالنسبه للمناطق الاكاديميه. ومنطمن حضرتك بالنسبه للحوادث من الحمد لله من الصباح الباكر حتى الان من عدم وجود اي حوادث أي مؤثره على كافه الطرق وكافه المحاور. كان ببعض الحوادث اللي هي التصادم احتكاك فقط بدون مصابين بيتم التجنيب في الحال. فمنطمن حضرتك الحمد لله بالنسبه للحاله المريه الان سيوله مريه في كافه الطرق وكافه المحاور. اشكرك شكرا جزيلا النقيب مصطفى عبد الحاكم من الاداره العامه. شكرا جزيلا لحضرتك. دي اسماء كانت الحاله المروريه النهارده في صباح هذا اليوم واعود اليك مره اخرى في الاستوديو. بشكر طبعا زميلنا كريم رجب من الاداره العامه للمرور اللي قدم لنا يعني اهم الملاحظات على الحاله المروريه. يعني طبعا يا رب كل اللي رايح مكان يوصل بالف سلامه ونخلي بالنا وعلى مهلنا كده. طبعا في رسائل كتير هرد برضو عليها. احمد بيقول صباح الفل، بيقول كنا زمان مخلصين. يعني وليه كنا زمان مخلصين؟ يعني خلينا على طول مخلصين يا ابو حميد ويا رب نخلص من كابوس الثانويه العامه وحسبي الله ونعم الوكيل. يا رب تخلصوا منه قدر كريم الى الابد وما يبقاش اصلا عندنا فزعه الثانويه العامه دي في حياتنا خالص. احمد عبد الله بيقول صباح الفل، بيقول بالنسبه للغش والتسريبات في الكليات بتبقى علني كده ومصايب بتحصل ولا حد بيسال. يا سلام، طب ما يعني هي فرقت في ايه الغش في الكليات عن الثانويه العامه يا عبد الله؟ ما هو غش وبغش وخلاص. عندنا كمان انا بحاول معلش اخد الرسائل بشكل سريع. علاء بيصبح علينا، بلال بيصبح علينا صباح الفل. يا جماعه ليه بتكرر الرساله كذا مره؟ طيب بصوا انا هروح يعني انا هحاول اكمل رسائلكم بس هيبقى معانا بعد الموجز. احنا دلوقتي لازم نروح للموجز على رأس كل ساعه مع زميلنا محمد المهدي. بعد الموجز هيبقى معانا فقرتنا، طبعا فقره مهمه هنتكلم فيها عن مرضى الكبد مع دكتور محمد القصاص. وده طبعا لانه برغم من كل الاصلاحات اللي عملت يعني تحصل في منظومه الصحه وخصوصا بجد انه فعلا بالارقام حصل انجاز كبير جدا في ملف علاج مرضى الكبد، اللي انا امبارح فوجئت باخبار ملهاش اي علاقه بالحقيقه خالص. عموما النهارده هيبقى معانا الاستاذ الدكتور محمد القصاص وهو استشاري امراض الكبد في جامعه حلوان وايضا عضو لجنه الفيروسات الكبديه، ونشوف احنا وصلنا لقد ايه وبقى عندنا لسه كام مريض ربنا يشفيهم ولا لا. نروح مصبح عليكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم نهار جديد. زي ما نوهت قبل الموجز ان احنا قلنا هنتكلم تاني. طبعا عارفين ان احنا على مدار الحلقات برضو اللي فاتت كنا حريصين دايما انه يعني ملف الخاص باهالينا يعني ربنا يشفيهم ويعافيهم مرضى الكبد انه دايما يكون موجود معانا ومفتوح معانا في نهار جديد. فعلا بجد يمكن ابتدت يعني مصر تخطو خطى كبيره جدا في محاربه المرض ده وابتدى يبقى في اماكن خاليه فعلا من فيروس سي. لكن امبارح فوجئنا بخبر
يمكن طالع يعني يعني على لسان احد النواب، وتم يعني الحديث فيما يتعلق بالميزانيه ان مصر ده عدد كبير جدا، هم الاكبر، ارقام كبيره جدا 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 من مرضى الكبد ومرضى طبعا السرطان، ربنا يشفي طبعا الجميع ويعافيهم. طبعا النهارده هنشوف، عايزين نعرف الارقام دي اللي بيتم حصرها، مرضى الكبد اخبارهم ايه، اخر تطورات العلاج طبعا، اكيد بالاضافه الرد على كل استفسارات حضراتكم والاسئله، وطبعا هنكون متواصلين مع على الارقام اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي او على الاس ام اس او على الفيسبوك. ومنورني ضيفي طبعا الحقيقه ما بيبخلش علينا دايما، لا يعني بالتواجد وبالنصيحه وبالمعلومه، استاذ الدكتور محمد القصاص، استشاري امراض الكبد بجامعه حلوان، وايضا عضو لجنه الفيروسات الكبديه. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا، منورنا دايما يعني في البرنامج. ربنا يخليك. اهلا، يا رب يخلي حضرتك يا دكتور. امبارح يا دكتور انا عارفه ان حضرتك كنت معانا ضيف يعني منورنا اول رمضان، كنا بنتكلم وحضرتك قلت لي ان فكره مرضى الكبد، لا الحمد لله رب العالمين انه في مصر حصل تطور كبير جدا، وبقينا بنتعامل على مناطق تكون خاليه من فيروس سي تمام. فوجئت امبارح يا دكتور باخبار منشوره عكس كده تماما، يعني ارقام يعني من يعني انا طبعا مش ما بحبش اقول الارقام اللي هي اشاعه، فناخد من حضرتك الارقام اللي هي الحقيقيه. حضرتك لو شفت الرقم تتخض، تحس ان احنا ما زلنا في ماساه، وان كل الخطوات اللي مشيتوا بيها دي كان ما عملتش اي حاجه. تمام. علشان نتكلم على الارقام الاول لازم نبقى عارفين مصدر الارقام دي ايه. مصدر الارقام اللي دايما بتعتمد عليها دول العالم كلها، وكذلك منظمه الصحه العالميه في تقرير معدلات الاصابه في دوله ما او في مكان ما، لازم بتعتمد على احصاء شامل. مصر عملت حاجه اسمها الاحصاء الديموغرافي السكاني سنه 2008، وعادته تاني سنه 2015، يعني بعد حوالي 7 سنين. تمام. الاحصاء الديموغرافي السكاني ده من ادق الحاجات اللي نعتمد عليها في نسب الاصابه في العديد من الامراض الشائعه في المجتمع، مش بس فيروس سي، فيروس سي، فيروس بي، الاصابه بالسكر، حاجات كتير قوي في الامراض المهمه بنعملها مع الفحص الديموغرافي السكاني. ميزه الفحص ده ان هو بياخد عينات من جميع الانحاء، من جميع محافظات مصر. كل محافظه بياخد فيها اكتر من مكان، اماكن ممثله للحضر واماكن ممثله للريف، بياخد جميع الفئات العمريه. العدد الاجمالي للفحص السكاني ده بيبقى كبير جدا، يعني العدد اللي شملته العينه اللي فاتت دي كان حوالي 12000 واحد. فبالتالي احنا مش هنلاقي عينه بهذا الحجم وبهذا التمثيل لجميع فئات المجتمع علشان نعتمد عليها. طب الاحصاء الديموغرافي ده قال لنا ايه؟ سنة 2008 نسبة المصابين بالاجسام المضادة في مصر كانت 14.7%. يعني 14.7%، يعني ما يقرب من 15% من المصريين اصيبوا او تعرضوا للاصابه بفيروس سي. تمام. الاحصاء الجديد اللي نشرته مصر في نهايه سنه 2015 قال لنا ان النسبه دي نزلت لحوالي 6.5%. 6.5% يعني من دلوقتي بنتكلم على ما يقرب من 5 ل 6 مليون تقريبا. تقريبا لو هنقول مثلا 8.5% تقريبا، 7% انخفاض لو قصد حضرتك على نسبه الانخفاض. طبعا من 15 ل 6.5% حوالي 8% تقريبا انخفاض. 8% بالظبط. طيب ايه بقى اللي بيخليني دايما طول الوقت حاسه ان الناس ما انه مفيش حاجه بتحصل، ما متقدمش لقدام؟ خلينا برضو نكون متفقين ان احنا عشان يبقى عندنا تغيير، خلينا متفقين ان احنا بنقول واحيانا بيتم تصدير معلومات بالزبط. غلط، فاكيد ده يجيب لي احباط. انا ما بعد بكلم مع حضرتك لسه اول رمضان وبنقول ان الحمد لله رب العالمين، ولا خبر زي ده يا دكتور انا لازم اكتئب. اكيد طبعا، والله أكيد بجد طبعا. اكيد طبعا، مع حضرتك حق. بس خلينا برضو نتفق على شويه حاجات. اول حاجه، انا لما باجي اذكر معلومه لازم اقول لحضرتك المرجع او الريفرنس بتاع المعلومه دي، ولازم المرجع ده يكون مرجع معتمد وموثق وواثقين فيه ومعبر. ما اسهل ان انا مثلا انزل واحده من قرى الدلتا في مصر واجيب الناس اللي في المرحله العمريه الكبيره ما بين 40 و60 سنه واعمل لهم تحليل الاجسام المضاده للفيروس سي، انا هلاقي نسبه الاصابه في الناس دي او نسبه تواجد الاجسام المضاده من 40 ل 50%. فاخرج اقول لان هم دول الفئات الاعلى تعرضا للاصابه. لكن لو جينا للفئات الاصغر هلاقي النسبه اقل من كده بكتير جدا جدا. لو جيت لمحافظات الصعيد هلاقيها اقل كتير من الدلتا.
المحافظات الحدودية في مصر اللي ما فيش فيها نهر النيل وبالتالي ما خدتش علاج بالهرسي يا زمان، ما فيش فيها تقريبا إصابة بفيروس سي، يعني سيناء والمحافظات الحدودية، المحافظات الغير ريفية زي القاهرة واسكندرية الإصابة فيها أقل بكتير. وبالتالي في النهاية خالص أنا ما ينفعش أخد عينة في مكان واحد بس وأقول إن نسبة الإصابة فيها عالية، أنا لازم أخد عينات من جميع أنحاء الجمهورية، لأن في النهاية أنا بطلع نسب الإصابة في بلد مش في مكان ما أو في فئة عمرية محددة. من هنا دايما بيجي التضارب في الإحصاءات، لكن انا شخصيا مقتنع تماما ان ما بيحددش ما بيختارش مكان متوازن، ما بيبقاش فيه فئه عمريه بالظبط يا فندم مختاره بشكل كويس بالزبط. وبالتالي والاعداد بتبقى قليله كمان، والاعداد بتبقى قليله، فما فيش يعني مش واخد نتيجه بالظبط بالظبط. لكن احنا دايما نتحدث عن المرجعيه، قصه تغيير الامر الواقع وتغيير الحقيقه اللي كانت بتقول ان مصر من اعلى دول العالم في معدلات الاصابه، كلنا لازم نتفق انها تحتاج مننا سنين طويله، هتحتاج سنين من الشغل. هو لسه لحد امبارح بيتقال الكلام ده. طبعا انا قصدي ان احنا عشان نقول ان احنا قضينا على فيروس سي في مصر، مصر من اعلى دول العالم في الاصابه، بس كنا كام وبقينا كام زي ما حضرتك شرحت كده. دي حقيقه، ومش بس نسب الاصابه، لا كم الجهد المبذول وكم الحالات اللي تم علاجها. احنا عالجنا في مصر تقريبا ما يقرب من نص عدد الحالات اللي اتعالجت من فيروس سي خلال السنتين اللي فاتوا على مستوى العالم. انا شايف ان احنا ماشيين كويس، محتاجين دعم من الناس كلها، مش محتاجين هجوم خالص، احنا محتاجين كل الناس تتكاتف، محتاجين كل واحد يقدر يعمل حاجه يعملها. طب هو سبب الهجوم ايه يا دكتور؟ يعني لا انا بتكلم عموما، ما هو اي ذكر لاي احصاءات غير صحيحه اعتقد ان ده يعني يدخل في نطاق التثبيط من عزم الجهود اللي بتبذل. العنوان كان موجود كده انه يعني متصدر الخبر، مصر من اعلى الدول على مستوى العالم في الاصابه، يعني هو بقى يعني بالاصابه بفيروس سي يعني او مرضى الكبد، وتم ربطه بقى بامور طبعا. هو طبعا ده لازال صحيح، احنا لازلنا من اعلى دول العالم في معدلات الاصابه، نسب الاصابه العالميه في معظم دول العالم حوالي 1%، فحتى لو احنا 6.5% او 6.6 زي ما احنا بنقول، وان في انخفاض كبير للنسبه، لكننا لازلنا من اعلى دول العالم في معدلات الاصابه. تمام، دي حاجه ما نقدرش ننكرها، ولازم نبقى مدركينها جيدا علشان نقدر نواجه ده، وعلشان نقدر نحط الخطط بتاعتنا لمواجهه الحقيقه المزعجه دي. طيب بعد ما خلصنا كنا حضرتك نورتنا زي ما قلت اول رمضان، وكنا بنتكلم وقلنا لاهالينا المصابين ب يعني فيروس سي الناس ما تصومش، اللي هي مش محتاجه يعني اللي حضرتك قلت الحالات المتقدمة أو تعاني من فشل كبدي. برضو يا دكتور عايز أقول لحضرتك أنه في خلال الأسبوع اللي فات جانا رسائل من ناس أصرت على الصيام. أنا عارفة أن حضرتك قلت يعني ربنا رحيم وقلنا كل الكلام ده، أصروا على الصيام وبالتالي ابتدى يحصل مضاعفات ومشاكل. والله للأسف الشديد احنا كل يوم بنقابل الحالات دي. عارفة يمكن احنا كمان بنتكلم على الهوى للناس كلها، لكن لما حضرتك يعني بنبقى قاعدين في عيادتنا او في اماكن عملنا ونكلم المريض وجها لوجه ونكلمه على حالته هو شخصيا ونقول له ان انت ما ينفعش تصوم، وللأسف الشديد بنتفاجأ بيه جاي لنا بمضاعفات، والاهل دايما بيخبرونا ان هو اصر على الصيام مما احدث عنده مضاعفات. يا جماعة بنقول تاني، في مرضى ربنا سبحانه وتعالى صرح ليهم بالصيام، دي رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه أو فرائده أو كما قال، فإحنا لينا رخصة لازم ناخد بيها. وأنا ما أعتقدش أبدا أن معرفة المريض أن صيامه هيسبب ضرر له وتدهور لحالته الصحية وهو أصر على الصيام أن هو هياخد من كده أجر أو ثواب، لا أنا يعني بعتبر أن ده يدخل في نطاق الإضرار العمد بالنفس، وده ما لا يباه يعني ما لا يقره الشرع خالص ولا الدين. ايوه ما هو لا يقره الشرع والدين وشهر رمضان. نرجو الناس تاني، نرجو الناس تاني انها تاخد بالرخصه وانها تفطر. ما هو خلاص يا دكتور، ما يعني خد يا الامر. ربنا يعافي الجميع يا رب. انه فعلا بجد تم يعني من ضمن الاستفسارات اللي جت لنا انه اكتر من حاله اصرت على الصيام فابتدوا دخلوا دلوقتي في مضاعفات، فازاي بتم علاج المضاعفات دي؟ هل مثلا لو في نصايح يقدروا يعملوها في البيت، حاجات يقدروا يعني بالظبط؟ انا مش عارف طبعا حضرتك اللي خلينا نقول تاني سريعا مين اللي المفروض ما يصومش. مريض الكبد اللي بيعاني من فشل كبدي او استسقاء في البطن، اي مريض بياخد مدرات للبول، المريض اللي بيعاني من التهاب كبدي حاد مصحوب بارتفاع
في انزيمات الكبد او ارتفاع في نسبة الصفراء في الدم، مرضى زراعة الكبد بعد عمليات الزراعة مباشرة، المرضى اللي بيعانوا من مضاعفات الحالات المتقدمة للكبد زي اللي بيجي لهم غيبوبة كبدية او حالات القيء الدموي، مرضى الكبد اللي معاهم امراض اخرى زي السكر الغير منضبط. ولو حد منهم يعني ربنا يشفيهم صوم، بس اساسا حضرتك ناخد بس على التليفون. منى صباح الفل يا منى. ايوه منى، موطي التلفزيون يا منى. لا ما وطيتش في التليفون، قلت وطي التلفزيون. رجعنا تاني يا منى. كل اللي حضرتك ذكرتهم دول المفروض ما يصوموش. بالظبط يا فندم. صاموا صاموا طبعا وارد حدوث مضاعفات. المضاعفات دي قد تكون اعتلال كلوي او تأثر في حالة الكلى، وخصوصا في الناس اللي بتاخد مدرات بول. قد تكون نوبات من انخفاض السكر في الدم، لان الكبد ده هو العضو المسؤول عن الحفاظ على مستوى السكر في الدم. يعني انا لما بقعد فتره طويله صايم، اللي بيخلي السكر عندي متحافظ عليه في الدم ونسبه السكر بتنزلش الكبد. الكبد بيبدا يحرق حاجات من المواد الجليكوجينيه المتخزنه عنده عشان يحافظ على نسبه السكر ما تنزلش. تمام. اللي بيخليني لما باكل حاجه سكريه على طول او نسبه سكريات كبيره في الاكل، سكري ما يعلاش قوي، هو الكبد. فالكبد ده هو العضو الاهم في تظبيط مستوى السكر في الدم. تمام. مع اعتلال الكبد او مع قصور وظائف الكبد ومع الصيام، انا ما عنديش الوظيفه دي، فبالتالي مريض الكبد معرض لاختلال السكر سواء بالانخفاض او بالارتفاع بعد الصيام. في حاجات كتير ممكن يتعرض ليها المريض بسبب صيامه. التعامل معاها طبعا بيبقى على حسب الحاله للاسف. على حسب الحاله. يعني ربنا يشفيهم كلهم يا رب باذن الله. طب دكتور احنا هنوه بس على طيب هنوه بس على مؤتمر صحفي بس يا دكتور. الآن بيعقد مؤتمر صحفي مشترك ما بين وزير خارجية فرنسا ونظيره السعودي سعادة الوزير عادل الجبير، وده في فرنسا. الآن هننتقل بس هناك نشوف كده لقطة من كلمة الوزير خارجية السعودي. والداعمة لجهود المملكة في المنطقة في كافة مشاهدينا تابعنا زي ما شفنا الآن مؤتمر صحفي مشترك ما بين وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في فرنسا. ويعني طبعا ما زال حتى الآن هذا المؤتمر مستمر. نعود مرة أخرى بقى ليكم ونرجع نتكلم عن أمراض الكبد، واللي أنا حديث النهاردة بقى قبل ما نودع كده الشهر الكريم، نقف كده مع بعض ونشوف وصلنا لحد فين في العلاج، وإيه آخر التطورات، وإيه الأدوية الكبد اللي ينفع تتاخد مع بعض وما تبقاش مضرة حسب كل حالة. دكتور احنا كنا وقفنا انه خلاص يعني في دي كل شخص بقى صام ولا قدر الله تعرض لأي انتكاسة، ده هيكون علاجه حسب حالته يعني حسب الحاله اللي وصل لها. طيب احنا دلوقتي اصلا يا دكتور في ناس بتعاني من انها عفوا لما بتاخد ادويه مع بعض بيقول لك انا بيحصل لي مضاعفات عشان باخد مش عارفه علاج ايه السلفة دي مع علاج مش عارفه ايه مع اصل العلاج اللي نازل الجديد ايه، يعني حاجات كده ان مجموعه العقارات دي اني حاله كبد اللي تسمح ان حد يتعاطاها، وان الحاله اللي بنقول له لا بلاش تاخد الادويه دي تركيبات الادويه دي مع بعض خصوصا في موضوع التليف. تمام. الحقيقه العقارات الجديده او الاجيال الجديده من الادويه المتاحه لعلاج فيروس سي حاليا اللي بتسمى المضادات الفيروسيه المباشره اتاحت لنا علاج كميه اكبر ونسب كبيره جدا من المرضى لم يكن متاح علاجهم في السابق. يعني سابقا مع علاج الانترفيرون اللي كان موجود لفيروس سي في الاول كان عدد الحالات اللي بنقدر نعالجها اقل من تلت عدد الحالات اللي بنكتشفها بالاصابه. ليه؟ لان الانترفيرون ما كانش بينفع نديه لمعظم الحالات وخصوصا الحالات المتاخره، للحالات اللي معاها مشكله تانية مع الكبد زي حالات اصابه الغده الدرقيه او بعض مشاكل القلب او بعض مشاكل الاعصاب، في حالات كتيره جدا ما كناش نقدر نديها الانترفيرون. تمام. مع الادويه الحديثه دي اكتر من 90% من الحالات المصابه بفيروس سي يمكن علاجها.
يشمل ده الحالات المتقدمة، أيوة، لأن بقى في العديد من الأدوية اللي بنقدر نديها في الحالات المتقدمة حتى مع حالات الفشل الكبدي. وهنا دايما بيحكمنا حاجتين، الكفاءة أو الفاعلية، دي أول حاجة. تاني حاجة الأمان للمريض. الأدوية الجديدة بتحقق كفاءة وفاعلية عالية جدا، بتتعدى 90% في معظم المرضى اللي احنا بنديهم العلاج، وبتحقق لنا هامش من الأمان عالي قوي، بحيث ان المضاعفات او الأعراض الجانبية او الحاجات اللي بيعاني منها المريض اثناء العلاج بقت قليلة جدا جدا. علشان كده ولا تكاد تكون منعدمة يعني؟ لا، قليلة طبعا. قليلة طبعا، مفيش علاج في الدنيا ملوش أعراض جانبية. بس الفكرة هنا في نسب الإصابة بالأعراض الجانبية دي، أولا، ثانيا نوعيتها ومدى خطورتها. يعني معظم الأعراض الجانبية اللي بتحدث مع الأدوية المضادات الفيروسية الحديثة بتبقى في نسبة قليلة جدا من الناس، يعني أقل من 20% من المرضى هم اللي عادة بيتعرضوا لأعراض جانبية، والأعراض الجانبية الخطيرة أو المميتة تقريبا تكاد تكون معدومة أو قليلة جدا جدا جدا، ويمكن بنشوفها أكتر في الحالات المتقدمة اللي هي المصابة بفشل كبدي. لكن الحالات المبكرة للإصابة بفيروس سي اللي هو المريض اللي عنده كبد متكافئ، عادة ده مش بيتعرض لأعراض جانبية نقلق منها خالص. يا دكتور، احنا برضو لو حبينا يعني احنا منقلقش الناس، بس ممكن نقول له ايه العرض يعني بنسبة قد ايه، او هي الاعراض اقصى ما ممكن يكون الادوية دي لها تأثير؟ عشان حضرتك عارف انه الاشعة يعني الاشعة هي اللي بتتناقل، فتخلي الناس ممكن بقى يعني يخافوا او يقلقوا من الدواء، او يبقوا يعني مش مرتاحين وهما بياخدوا الدواء نفسه. أشهر الأعراض الجانبية طبعا هو تأثيره على الصحة العامة للمريض. يعني بعض الناس، وده الحقيقة لا يتعدى 20% من المرضى، بيشتكي من حدوث إرهاق، 80% بيحصلهمش ألم في العضلات، صداع، وغالبا دي بتبقى حاجات بسيطة جدا لا تعوق المريض عن ممارسة حياته الطبيعية. يعني ممكن المريض يشتكي من شويه ارهاق، لكن في النهايه هو بينزل بيمارس شغله طبيعي جدا، بينزل من بيته عادي جدا، ما عندوش اي مشكله تجبره مثلا على عدم الخروج من المنزل. تمام. في بعض الاعراض الجانبيه الاخرى، وخصوصا مع الادويه اللي بندي معاها ريبافايرين. ريبافايرين ده واحد من الادويه المكمله للمضادات الفيروسيه الحديثه، بنحتاج ان احنا نديه في بعض الحالات مش في كل الحالات. ريبافايرين مشكلته ان هو بيعمل تكسير. يمكن. تمام. صحيح، ده اللي اتسألنا عليه. بيعمل تكسير في كرات الدم الحمراء، فبيسبب أنيميا في بعض المرضى. لكن اللي عايزين نقوله برضو ان كل حاجة عندنا ليها حل. طب وده يا دكتور بيتاخد مع السلفادي عادي؟ في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، مش في كل الحالات. طيب هاخد شادية ونرجع نكمل. شادية، صباح الفل. صباح النور يا حبيبتي. صباح الفل على حضرتك. ازيك؟ انا طيبين يا اسماء. وحضرتك طيبه وبخير يا فندم، ربنا يخليك. كل سنه والدكتور طيب. ربنا يخليك. حضرتك طيبه يا فندم، ربنا يخليك. من فضلك بس عايزه اساله، اتفضلي، ايه اعراض الكبد اللي ممكن الواحد يحس انه ممكن يكون عنده فيروس، او ممكن يكون بدايه فيروس، او ممكن يكون بدايه كبد؟ يعني يلحق نفسه ازاي، او يعرف ازاي انه بدايه فيروس عنده؟ زائد الدهون اللي على الكبد ممكن تدوب بزيت الزيتون مع ميه دافيه؟ حاضر. متشكرة قوي ليك. حاضر يا مدام شادية. حاضر حاضر. عشان حضرتك طيب. حاضر حاضر. ميرسي. هو للاسف الشديد فيروس سي ملوش اعراض محدده. ملوش اعراض محدده الا لو ادى الى حدوث تليف، فبتبدا تظهر على المريض اعراض التليف. وعلشان كده قبل كده مفيش. للاسف بيفضل المريض لمده 20 ل 25 سنه مصاب بفيروس سي بدون ما يشتكي باي حاجه، بدون ما يكون عنده اي اعراض خالص. مع حدوث التليف بتبدا تظهر اعراض التليف، اللي هي ارتفاع في نسب الصفرة في الدم، حدوث بقى الاستسقاء، والمضاعفات دي للاسف معاها بيكون العلاج اصعب، وبيكون استجابه المريض من ناحيه وظائف الكبد وتحسنها اقل كتير من اننا لو عالجنا المريض في مراحل مبكره. تمام. علشان كده الاكتشاف المبكر للمرض هو الاهم. بلاش نستنى الاعراض بتاعه فيروس سي. تمام. احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت، ليه ما مش كل واحد فينا يتوجه ويعمل تحليل اجسام مضاده لفيروس سي عشان يطمن، وعلشان يطمن اللي حواليه ويطمن اسرته؟ انا شايفها حاجه بسيطه خالص وحاجه غير مكلفه. مش لازم ننتظر حدوث اعراض، مش لازم اكون بشتكي عشان اروح اطمن. في بلد زي مصر اللي نسب الاصابه فيها زي ما قلنا مرتفعه، ارجوكي ما تستنيش. ما اسهل اقرب معمل ليكي واعملي تحليل اجسام مضاده لفيروس سي بس. صح صح، عند حضرتك حق. الدهون على الكبد بقى، بتقول لحضرتك اخد زيت زيتون بميه؟ دهون الكبد دي للاسف الشديد هي المرض. انا فاكره على ذاكرتي ان المره اللي فاتت حضرتك برضه قلت
ما ناخدهاش باستهانة، مفيهاش خطورة بس ما ناخدهاش باستهانة. طبعا هي المرض أو مرض الكبد الأكثر شيوعا حاليا في أمريكا ودول أوروبا كلها. طبعاً. طبعا عشان زيادة معدلات السمنة ومعدلات الوزن والأغذية السريعة والحاجات دي كلها. دهون الكبد ده الحقيقة مش مرض واحد، ده مجموعة من الأمراض بتختلف وتتباين في خطورتها، بداية من التدهن الكبدي البسيط وهو وجود بعض الترسبات الدهنية داخل خلايا الكبد، وغالبا ده ما بيعمل لناش مشكلة وما بيسببش ارتفاع في وظائف الكبد، وغالبا ما بيبقالوش مضاعفات على المدى الطويل. تمام. لكن احنا بنوصل في بعض الأحوال لما يسمى الالتهاب الكبدي الدهني. التهاب يعني هنا الدهون الموجودة داخل خلايا الكبد بدأت تحدث عملية التهابية. العملية الالتهابية دي بتبقى مصحوبة بارتفاع في انزيمات وظائف الكبد، وبالتالي برضو ممكن يحصل لها مضاعفات التليف الكبدي، وهنا بيكون زيها زي فيروس سي، زيها زي أي مرض تاني. الفيصل ما بين الاثنين هو التغير في وظائف الكبد وارتفاع الانزيمات الكبدية. لو وظائف الكبد عندنا طبيعية مش هنقلق خالص، لو وظائف الكبد عندنا عالية هنطلب من المريض لازم ان هو يعمل خفض الوزنه. وخفض الوزن هنا بيبقى حوالي 10% من وزن المريض، نطلب منه يعني المريض اللي وزنه 100 كيلو بنطلب منه ان هو ينزل 10 كيلو في الوزن. خفض الوزن عشان نعالج بيه دهون الكبد له شروط. مش اي انخفاض في الوزن. اولا لازم يبقى خفض للوزن تدريجي، بحيث ان احنا ما نتعداش ابدا من 4 ل 6 كيلو شهريا. يعني حتى لو المريض يقدر ينزل اكتر من كده، انا بطلب منه من كيلو لكيلو ونص في الاسبوع ينزله من وزنه، يعني بس من 4 ل 6 كيلو في الشهر بس. تمام. مش عايز اكتر من كده. خفض الوزن ده ما ينفعش يبقى عن طريق رجيم كيميائي خالص، يعني ما يقعدش طول اليوم ياكل خيار بس النهارده، تفاح بس النهارده، طبعا الحاجات اللي الحاجات السيئه جدا. احنا عايزين تقليل لكميات السكريات والنشويات في الاكل عندنا. عايزك تاكل اكل متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائيه، في كربوهيدرات وفي بروتينز وفي كل حاجه، كل حاجه، بس قلل الكميات بتاعتك. حافظ على المواعيد بتاعه الوجبات، ما ينفعش ناخد وجبات تقيله بالليل وننام خالص، لان ده الحرق ساعتها بيبقى في اقل معدلاته، ودي من الحاجات اللي بتزود السمنة. علاقة ده بقى باستخدام الزيتون دي وصفة طبيعية يعني ولا؟ لا طبعا ملهاش أي قيمة خالص خالص، في النهاية كلها دهون خالص. زيت الزيتون، ما أنا كنت لسه هسأل حضرتك، هو زيت الزيتون ده مش مادة دهنية؟ أيوة بالظبط، دهون في الآخر فبيزود الوزن. هو له بعض الفوائد الصحية التانية، إن هو بيخفض الكوليسترول في الدم لأنه من الدهون غير المشبعة، لكن في النهاية خالص هو ملوش علاقة بزيادة الوزن. ما هو زيت زي أي زيت تاني، هيطلع سعرات حرارية وبالتالي هيزود الوزن عندي. بالظبط. يعني من الحاجات للأسف الشائعة وغير صحيحة، يعني ملوش دعوة بانخفاض الوزن، ملوش دعوة خالص. لا لا خالص. طيب أنا عايز أرجع برضو للدواء تاني، معلش عشان أنا أنا عندي ما أخطأش في نطق المصطلح بتاعه. ليه تركيبة المادة بتاعته، يعني لما بيبقى بتتاخد مع السلفة دي مع العقار ده بالذات، لازم المريض بنسبة كبيرة يحصل له مضاعفات بشكل أكبر؟ طيب هو خلينا نقول ان احنا علاجات فيروس سي المتواجدة حاليا مش السوفالدي فقط، ده واحد منها، يمكن هو نال الشهرة الأكبر لأنه كان أول العقارات اللي ظهرت، هو ظهر بالظبط في يوم 6 ديسمبر أو تمت الموافقة عليه يوم 6 ديسمبر 2013، يعني بقاله تقريبا سنتين ونص موجود. الحقيقة كان دواء قوي، نسب الاستجابة له كانت عالية، والميزة فيه ان كان بيصلح لجميع الانواع، العلاج جميع الانواع الجينية بما فيها النوع الجين الرابع اللي موجود عندنا في مصر، وده اول دواء ظهر بهذه المواصفات، علشان كده هو خد شهرة كبيرة قوي. لكن احنا في الوقت الحالي بقى عندنا اختيارات عديدة نقدر نقدمها للمرضى بتوعنا. طيب انا هاخد الاختيارات بس بعد ما اخد عادل من القلوبية. اتفضل. عادل صباح الفل يا عادل. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح النور يا فندم. اتفضل يا فندم. اصبح على حضرتك وعلى الدكتور يا فندم. صباح الفل عليك. اهلا وسهلا يا فندم. والله يا فندم انا من ضمن مرضى فيروس سي كويس، وقعدت طبعا انا راجل على المعاش، وقدمت عن طريق الانترنت لحضرتك. التأمين الصحي. حوالي سنتين تبع بنها كويس، وبعد كده لما فوقوا ان احنا على المعاش حولونا حضرتك على التأمين الصحي تاني كويس.
فاخدت اعاده الدوره من تاني، وانا ليا عمليه المراره وعمليه ميه على العين. طب يا استاذ عادل، حاج عادل طيب معلش ممكن تخليه يسيب تليفونه؟ طب بص يا حاج عادل، دكتور محمد عايز تليفونك لو سمحت ما تقفلش. يسيب تليفونه بس ما وانا تقفلش. هكلمه ان شاء الله. دكتور محمد عايز تليفونك وهنكلمك بعد الهواء ان شاء الله، هندبر له العلاج ما يقلقش ان شاء الله. هاي يعني ان شاء الله هتاخد علاجك فورا يا استاذ عادل، ما تقلقش خالص من اي حاجه يا استاذ عادل. الدكتور محمد بيوعدك علاجك هيبقى عندك. حضرتك سيب التليفون بس واحنا هنتواصل مع حضرتك بعد الحلقه. حضرتك سامعني؟ معاك يا علي؟ طيب تمام خلاص يا فندم، ان شاء الله هنتصرف. ماشي خلاص. طب معلش ناخد جانا من القاهره. جانا صباح الفل يا جانا. الو. ايوه يا جانا. ايوه صباح النور. صباح الفل يا جانا. كنت بس هسأل الدكتور عن ازاي يعني الواحد في الصيام يحس ان هو تعبان او عنده فيروس سي في الصيام. ده ليك انت يا جانا السؤال ده. انت عندك كام سنه يا جانا؟ الو جانا هي معانا بس جانا. طيب ماشي يا جانا هنرد عليك. انا طبعا بشكر حضرتك جدا على استجابتك لاستاذ عادل يعني، ويعني استاذ عادل الحاج عادل عشان انت قفلت التليفون يعني هون على نفسك شويه، واحنا كلنا بنحاول والله نساعد بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، ودكتور محمد وعدنا هيساعدك ان شاء الله وهنطمن عليه. يا دكتور هتطمن عليه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طيب جانا بتسال ازاي الواحد لو صايم ممكن يحس ان هو يعني اعراض مثلا. واضح ان الصيام مؤثر على جانا خالص. ان الكبد تعب نتيجه للصيام. قبل ما تقول لنا بقى اختيارات الادويه كمان، لان مهم ان الناس تعرفها يا دكتور كمان برضه. احنا زي ما بقول لحضرتك كان عندنا السوفالدي او السوفوسبوفير اللي هو الاسم العلمي للماده، كان واحد من اهم الادويه اللي ظهرت ولا زال موجود في بعض الاختيارات اللي احنا بنديها. يعني احنا بندي السوفوسبوفير ده مع ماده ثانيه اسمها داكلاتاسافير، وده يمكن النظام الشائع حاليا في العلاج في مصر اللي بتعتمد عليه منظومه العلاج. الدوين دول مع بعض. الدوين دول مع بعض. السوفوسبوفير اللي هو السوفالدي مع الداكلاتاسافير او الداكلينزا او ايا كان الاسم التجاري ليه، ده اللي بنعتمد عليه حاليا. لكن عندنا اختيارات كتيره، بندي السوفوسبوفير ده مع حاجه اسمها سيما بريفير اللي هو الاوليزيو، بندي السوفوسبوفير ده داخل في حاجه اسمها الهارفوني، هارفوني ده مادتين واحده منها السوفوس اسمها السوفوسبوفير. عندنا دواء تاني امريكي في مصر اسمه الكيريفو من الادويه القويه جدا. احنا كده كام واحد بس يا دكتور عشان انا ببعد المحاضره؟ احنا كده ده الرابع دلوقتي. ده الرابع. تمام. الكيريفو ده الرابع. واحنا ازاي مش عارفين احنا ما عندنا اربع ادويه؟ لا احنا عندنا اكتر كمان دلوقتي الفيروس سي. احنا مش عارفين عندنا اختيارات اكتر من كده عشان احنا مش متخصصين قوي. بس اكيد أو احنا المتخصص ما بنسمعش. أو بجد يعني انا كل اللي بسمعه هو الشائع السلفاتي بس وخلاص. لا احنا بقى عندنا حاجات كتير قوي بنديها. طيب بعد كده ده الرابع. الحاجات دي اللي عايز اقوله ان بدايه استخدامنا للعقاقير دي كان قاصر شويه، يعني احنا في البدايه خالص ما كانش عندنا غير السوفالدي بس. فاضطرينا ان احنا نديه مع ريبا فايل. انا اسفه بس انا ما اقدرش اسيب الناس على التليفون طبعا كده. وعلي طبعا. كمان بيأنب لي ضميري. معانا استاذ محسن من الشرقيه. الو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. صباح الفل. منور الشاشه انت وحضرتك وضيفك الكريم. يا رب يخليك، ده بتنور بيك وحياه ربنا. حضرتك مش من ضمن المجموعه اللي تبع فيروس سي حضرتك، بس انا حبيت اصبح على حضراتكم ونشكر الدكتور على التواصل مع الاستاذ محمد ان هو وفر لي العلاج يعني. يا رب يخليك استاذ محسن وحضرتك يعني طيب وخير. ربنا يزيده ويبارك لنا في صحته وكل الناس الخيره زي حضرتك يعني. يا رب يخليك. شكرا يا استاذ محسن، ربنا يخليك، متشكره جدا. واحنا يعني دايما منورين بيكم، واكيد احنا بنعمل برنامج ده عشان يعني عشانكم، عشان نتواصل معاكم ونقدر نساعد بعض. طيب يا دكتور انا مشكورك طبعا جدا يعني من الناس يعني. انا عايز اقول حاجه بمناسبه اتصال المستمع يعني الكريم ده. حقيقه احنا كلنا في مصر كاطباء كبد حاسين ان احنا في ماموريه وفي مهمه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا. احنا فضلنا سنوات طويله جدا جدا بيجي لنا مرضى فيروس سي. مرضى فيروس سي هم معظم مرضى الكبد في مصر.
يعني انا لو قاعد في العياده وجالي 10 عيانين النهارده فتسعه منهم عندهم فيروس سي. فضلنا سنوات طويله جدا ما عندناش اي حاجه نقدمها للمرضى دول خالص. عليك. اكتر من منشطات الكبد، وللاسف انا بتفرج على المريض وهو بيتدهور قدامي واحده بواحده لغايه ما يدخل في تليف ويجي له سرطان للكبد ويجي له فشل كبدي. حضرتك طبيب مش قادر تعمل حاجه. ما فيش في ايدي حاجه اقدمها له اكتر من المنشطات والمدعمات اللي ما بتعملش اكتر من انها بتحسن الكواليتي اوف لايف او بتحسن طريقه معيشته، لكن انا مش بقدم له علاج. السنتين الاخرانيين دول فرقوا معانا كتير جدا. احنا بقينا حاسين ان احنا بنعالج، حاسين ان احنا بنقدم حاجه للمرضى. يمكن يا دكتور عشان الدوله كمان تتحرك بشكل جريء انه يتم السماح بدخول، ما الاول ما كناش بنسمع انه يتم السماح بدخول وشركات قطاع خاصه تبتدي تدخل في الموضوع، يعني برضو هو الموضوع له اسباب كتير طبعا. الفكر اتغير، انا يعني بحس كمواطن الفكر اتغير. اكيد ده جزء من الموضوع، بس زي ما بقول حضرتك في النهايه خالص انا بقى عندي حل بقدمه للمريض كطبيب. احنا كطبيب، وده بيشعرني بالسعاده، مفيش احسن عندي من ان المريض يجي لي بعد نهايه العلاج وهو جايب التحليل بتاعه والتحليل سلبي وهو سعيد واسرته سعيده. احساس المرض ده احساس قاتل واحساس قاسي جدا، ان المريض يبقى حاسس ان هو مختلف. مريض فيروس سي زي ما قلنا ما عندوش حاجه بس هو خايف من بكره. طب التليفونات معلش طبعا ناخد استاذ محمد من دمياط. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج محمد. قلنا ممكن اتكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم معاك. انا عندي فيروس سي من مده، ما عمل تليف كبد، وبعدين عندي بؤر في الكبد والصفرة ما بتنجبش. فهل في علاج يعالج الفيروس وفي نفس الحالة؟ طب احنا عملنا حاجة للبؤر دي؟ يعني في اي تدخل اتعمل للبؤر دي ولا لا؟ عملت ايه؟ عملت تردد حراري مرتين مع حقن كيماوي مرة. ايوه. وجيت اعمل الحقن الكيماوي الرابع مرة، طلعت الصفرة عالية ومش عارف اعمل الحقن الكيماوي عالية. حاضر يا فندم. طيب حاضر يا محمد، الدكتور هيرد عليك. حاضر يا محمد، ألف سلامة ليك. ألف سلامة عليك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. معنا مين تاني يا علي؟ ناخد التليفون التاني لو موجود. معلش أنا بعتذر للتليفون اللي وقع، وبوعدكم تاني دكتور محمد إن شاء الله بعد العيد هيبقى معنا تاني. معلش يا دكتور تنورنا. طيب عم محمد بقى نرد. هو للأسف عم محمد بيعاني من واحد من مضاعفات التليف، وهي ظهور البؤر الكبدية أو أورام الكبد طبعا. هو أجرى تدخل ليها أكتر من مرة بالكي بالتردد الحراري أو بحقن الكيماوي عن طريق القسطرة الشريانية، لكن مع ارتفاع نسبة الصفرة دي ومع الوضع ده أعتقد أن احنا مشكلتنا الأساسية بالنسبة له دلوقتي مش الفيروس خالص. للأسف المشكلة هي التعامل مع البؤر الكبدية بالظبط. لأن الفيروس هنا يعني علاج الفيروس قد يؤدي لتدهور الحالة أكتر، مش هيصلح الأمور. فأنا شايف إن هو يركز مع الطبيب المعالج له بالنسبة للبؤر. لو كانت محتاجة حقن تاني والحالة تسمح طبعا يا ريت نعمل ده، لو في أي تدخل آخر يتعمل، وهو ده الأهم من علاج الفيروس. ويتابعنا تاني بقى يا دكتور لو في أي حاجة يعني طبعا تحت أمره في نوصلها لحضرتك. يعني لو عم محمد لو عايز تقدر تبعت لنا يعني التحاليل أو الأشعة أو حتى تقرير من الدكتور بعد كده. دكتور محمد محتاج إن احنا ننظر الحالة، أنا تحت أمره. ومحتاج إن الدكتور محمد يشوفك، هو بيقول لك ما عندوش مانع إن هو يشوفك، ممكن تكلمنا تاني ونرتب لك ميعاد مع الدكتور محمد. مع الأسف يا دكتور احنا وقتنا خلص، انا عندي تليفونات بتاعت الناس مردتش عليها، وعندي رسائل مردتش عليها. ان شاء الله المره الجايه نرد عليها. المره الجايه حضرتك بعد ان شاء الله تكون معانا بعد العيد. بشكر حضرتك جدا ضيفي اللي منورني النهارده الاستاذ الدكتور محمد القصاص، استشاري امراض الكبد بجامعه حلوان، وايضا عضو لجنه الفيروسات الكبديه. وكل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد مقدما على حضرتك باذن الله. بشكركم مشاهدينا، يعني بعتذر مره ثانيه على التليفونات اللي احنا كانت يعني غصب عننا كان الخط بيفصل، ما كناش بنقدر نرد عليها والرسائل، لكن احنا محتفظين بكل الاسئله اللي جات لنا. ودكتور محمد هيبقى معانا تاني، وللحالات العاجله احنا نستقبل الرسائل معاكم على مدار الاسبوع او الوقت، واحنا نقدر نتواصل مع دكتور محمد حتى في الاجازه ونرد عليكم. تحياتي لكم، اسماء مصطفى، واشوفكم في حلقه جديده ونهاركم نهار جديد.